السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث في الحلقة هذه عن التأثير الإيجابي والسلبي على الجسم الإنسان للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. يعني لما الواحد يحكي كلام طيب، كلام كويس، كلام وفي كلام بذيء وسيء والشتم والسب وإلى آخره، وكيف هذا النوعين من الكلام هذا يؤثر على الجسم الإنسان إيجابيا أو سلبيا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طبعا أنا تحدثت في فيديوهات قبل كده عن الدماغ، وعملنا الرسم التوضيحي المعتاد للدماغ، وحكيت أنا أنه في اللي هو الكورتكس اللي هو الأوتر لاير الخارجي، هذا القشرة الخارجية اللي هي المسؤولة اللي ميزت الإنسان عن الكائنات الأخرى. وكمان قلنا أنه الإنسان يستقبل كل هذه الظواهر الخارجية عن طريق أعضاء الحس. ففي الحلقة هذه طبعاً عضو الحس اللي احنا هنحكي عنه اللي هو الأذن، السمع، لأن الكلمة والكلام وإلى آخره يحتاج إلى سماع، إن الإنسان يسمع هذه الكلمة. أنا قلت كمان إنه احنا بنستقبل هذه المؤثرات، تدخل على أعضاء الحس تبعتنا بتتأثر. مش هخوض طبعاً في كيف يتم تكوين السمع، لأنه هذا أكيد معروف، يعني الأذن خارجية ووسطى وداخلية، وتتكون من اللي هو القناة السمعية والأذن الوسطى بثلاث عظمات، والأذن الداخلية اللي تتكون من القوقعة وفيها القنوات مسؤولة عن توازن جسم الإنسان، وقنوات مسؤولة عن السمع اللي هو الموجات السمعية، وهي عبارة عن خلايا عصبية تتكون من شعيرات. عندما يأتي هذه الموجات السمعية الشعيرات تتحرك، يعني تهتز، هذا الاهتزاز يولد التيار العصبي أو اللي هو الريتيشن أو الإكزيتيشن، فتتحول الموجات السمع أو هذا الصوت اللي أنا سمعته يتحول إلى تيارات كهربائية تروح على الإيش، على المركز المسؤول عن السمع، وهو عادة التمبورال إيريا اللي هو المنطقة هذه، يعني الدماغ يصير فيها تحليل هذا الموجات ونوع الصوت وكذا. بعدين تنتقل زي ما حكينا إلى الكورتكس. ليش تنتقل إلى الكورتكس؟ عشان نستوعب هذه الموجات أو نستوعب هذا الشيء اللي احنا سمعناه. زي ما حكيت أنا في البصر ننظر نرى الأشياء، بعدين تصل إلى الكورتكس فنستوعب هذه الأشياء، وكذلك السمع نستوعب الكلام اللي احنا سمعناه. طيب بعدين قلت انه هذا بعدين بينزل على السب كورتيكال ستراكشرز، غالبا اللي هو الهايبوثالاموس، وبرضه حسب نوع التاثير يعني، بس في الغالب هو الهايبوثالاموس عشان يصير في رده فعل في الجسم من الجسم، رده فعل من الجسم. وقلت انه ردود الفعل ممكن تكون تحت وعي الانسان وتحكمه، وفي ردود فعل لا يتحكم فيها الإنسان، يعني هي لا إرادية. طيب ليش أنا في الغالب أنا بدي أضيف على الكلام اللي أنا حكيته، ليش يعني كل هذه التأثيرات بعدين تصب في الهيبوثالامس؟ يعني ما الحكمة؟ الهيبوثالامس علاوة على اللي أنا حكيت إنه هو في اللي هو عبارة عن الغدة الأم المسؤولة عن كل غدد الجسم، وفيها مراكز غير الغدد يعني غير الهرمونات وكذا، فيها مراكز عصبية كثيرة مسؤولة عن أشياء كثيرة. الهايبوثالاموس هو أيضا مسؤول عن الستريس رياكشن، كل ما يحدث في لجسم الإنسان ولا للإنسان من أول ما يولد إلى حد ما يموت طول هذه الحياة هي عبارة عن ستريس، يعني كل اللي بنشوفه وبنواجهه ليلا ونهارا والى اخره وكل يوم هذا عباره عن ستريس للجسم. حتى الستريس يعني يختلف حسب نوع الستريسور، يعني نوع سبب الستريسور، يعني في بيولوجيكال ممكن يعني ميكروبات جراثيم تسبب ستريس، في اللي هو فيزيكال، في كيميكال، في الى اخره.
وفي سوشيال ستريس. سوشيال هو هذا موضوعنا، السوشيال يعني الايش، الكلام اللي بنسمعه. اذا الهايبوثالامس هو ايضا مسؤول عن الستريس. طيب هذا الستريس كيف الانسان يستقبله، يعني كيف جسم الانسان يستقبله؟ في عندنا تو ستريس سيستم المسؤوله عن انها تدخل هذا الستريس داخل الجسم. طيب قبل ما احكي عنهم، هل الستريس مهم للجسم ولا لا؟ نعم مهم، لانه الستريس هذا يعني بفضل الستريس بصير عندنا الادابتيشن، التكيف. اذا في ستريس في ادابتيشن. ففي عندنا تو سيستم اللي بتدخل الستريس الى الجسم. في السيستم اللي هي سيستم رياليزيشن سيستم، اللي يقصد فيها اللي هو السيستم اللي بتدخل الستريس، هذا التيار، هذا الستريس بتدخله داخل الجسم. هذه الستريس، هذا السيستم تتكون من اثنين اللي هم الهايبوثالاموس والبيتيوتري والادرينال جلاند. الهايبوثالاموس والبيتيوتري والادرينال جلاند اللي هو الفوقلوي، هذول ثلاثة. هذا ستريس رياليزيشن سيستم. وفي هذه وفي كمان واحد ستريس رياليزيشن اللي هو سيمباتا ادرينال سيستم. اذا الستريس رياليزيشن سيستم تنتين اللي هم الهايبوثالاموس بيتيوتري ادرينال جلاند وسيمباتا ادرينال سيستم. وفي السيستم الثاني وهو ايضا لا يقل اهميه، هو بيسموه ستريس ليميت او ليميتيشن. المهم ستريس ليميت سيستم اللي بخفض من حده الاسترس. هذا الاسترس اللي انا باخده بخفض من حدته، يعني واحده بتدخل الاسترس والثانيه بتخفض من حده الاسترس. ليش؟ عشان هذا الاسترس ما يعطيش تاثير سلبي، عشان بالعكس يعطي التاثير الايجابي وهو التكيف مع الشيء. يقال يعني قالوا العلماء انه حتى والله العليم انه الطفل لما يولد لماذا يبكي؟ يعني ليش يصرخ؟ يقال انه هذه هي الصرخه الاولى لاستقباله اول ستريس في حياته. اول ستريس اللي هو ظهوره على هذه الحياه، فهو دخل في اول ستريس فيصرخ، يقال يعني هذا النوع من النظريات. عفوا. طيب اذا فهمنا في تو ستريس سيستم، واحده بتدخل واحده بتحاول تخفض من حده الستريس. طيب اللي بتدخل الستريس اللي هو هايبوثالامس بيتيوتري ادرينال جلاند، هذول مسؤولين عن افراز نوعين من الهرمونات اللي هم الجلوكاكورتيكوستيرويد اللي بنسميه احنا الكورتيزول، والادرينالين اللي هو الكاتيخولامينز بصفه عامه، يعني الكاتيخولامينز او خلينا نقول ادرينالين والنور ادرينالين. هذول عادة بنسميهم ستريس هرمونز، يعني لأنهم دائما بيطلعوا في الستريس. ماشي. الستريس ليميت اللي بتخفض من حدة الستريس، هذول كتير. يعني في مثلا مضادات للألم، في اللي هو للمزاج اللي بترفع المزاج، في اللي بتعدل مثلا بتعدل بعض العمليات الداخلية من عمليات الأيض وغيره. في يعني مثلا يعني اعطي امثله، مثلا اندورفين، انكوفالين، سيروتونين، الجاما امينو بيوتريتيك اسيد، هذول كلهم بنسميهم ستريس ليميت سيستم. والمهدئات وهذا كله موجود عندنا في الجسم، فهذول بيحاولوا يخفضوا من الستريس اللي بيصيب الانسان. هذا كيف احنا بصفه عامه، يعني كيف الجسم الانسان يتعرض الى هذه المظاهر والتغيرات في الحياه ولا. طيب اذا خلينا نيجي اذا الموضوع اليوم اللي هو الكلمه الطيبه والكلمه الخبيثه وكيف تؤثر على الجسم. قبل برضو ما احكي عنهم بدي احكي عن حاجه ثانيه، حاجه مهمه برضو، ان الاسترس اصلا الستريس ثلاث أنواع حسب القوة. في اللي هو الهاي أو سيفير، في مودريت، وفي اللي هو اللو ستريس، يعني تقريبا ما فيش ستريس. يعني أفضل نوع منهم اللي هو المودريت ستريس اللي بيؤدي إلى التكيف والأدابتيشن للجسم. كيف بيتم هذا الشيء؟
لما احنا نحصل على مودريت ستريس، يعني الستريسر هذا اللي احنا بنواجهه مودريت، بصير عندي افراز من الستريس رياليزيشن سيستم اللي هي النوع الاول اللي بتدخل الستريس، بيكون افراز متوسط، وافراز ايضا متوسط من الستريس ليميت سيستم. فبصير الكورتيزول عندي والادرينالين النسبه والقدره تبعت النسبه تبعتهم متوسطه. لما يكون الكورتيزول والادرينالين نسبه متوسطه هذا كويس كتير، لانه هذول الاثنين لما يكونوا نسبتهم متوسطه تؤدي الى الادابتيشن، لانها بتحفز الجينيتيك ابارتس بتاع السيلز انه يفرز امينو اسيدز اللي بتساعد على مثلا يعني تجديد الخلايا وزياده عدد الخلايا والى اخره، هايبرتروف هايبرليجيا، ويعني كل هذا يؤدي الى الادابتيشن، حتى جهاز المناعه يعني ايش يرتفع لما يكون الايش مودريت ستريس. الادرينالين كورتيكوستيرويد يكون متوسط الايش الجرعه. طبعا هذا اذا كان ستريس مودريت، وستريس ليميت سيستم برضه بتهبط شويه عشان تخلي الستريس برضه مودريت في الجسم. طيب لو كان ستريس سيفير، سيفير يعني ايش؟ ناخذ هاي ستريس يعني قوي سترونج، حاجه زياده عن اللزوم، تمام؟ ايش اللي بصير؟ بصير انه الكورتيزول والادرينالين يفرزوا بكميات هائله كبيره، والستريس ليميت ما بتلحق، ما بتلحق تنزلهم، فبضل الكورتيزول والادرينالين هاي الجسم. لما يصيروا هاي هذا شيء سيء. هلا بدي كمان شوي بدي احكي عن هذا اللي هو لما يكون كورتيزول ادرينالين هاي، تمام؟ وايش بسببها. طيب هاتنا واخيرا هاتوا نحكي اذا عن الكلمه الطيبه والكلمه الخبيثه. الكلمه الطيبه والكلمه الخبيثه برضو هذول نوع من انواع الاسترس اللي هو السوشيال ستريس. لما الانسان يحكي لانسان كلمه طيبه وكلام يعني جميل، او يسمع اخبار سعيده او الى اخره، ايش اللي بصير؟ اولا هذا مودريت ستريس، ثانيا بيزيد افراز في الجسم الستريس ليميت ماترز اللي هم الاندورفين والانكوفالين والسيروتونين والى اخره والمعدات والحاجات هذه. فهذول طبعا زي ما حكيت بيهبطوا من الاسترس العام اللي في الجسم، فبيخلوا الاسترس مودريت، فبصير الكورتيزول والادرينالين مودريت، فبصير في جسم الانسان يعني ادابتيشن، والمزاج بصير كويس، والهايبر بليجيا هايبر تروفي للخلايا، يعني الانسان بصير حتى قدرته على التكيف اعلى من قبل. كمان هذا لما يسمع كلمه طيبه. طيب طب لو احنا حكينا كلمة سيئة او الفاظ بذيئة او مسبات او شتائم او الى اخره، هذا كيف تؤثر على الجسم؟ هذا اصبح يعتبر هذا ستريس هاي، باد ستريس، مش جود ستريس، باد ستريس. طب هذا الى ايش يؤدي؟ زي ما حكيت بيؤدي الى انه الكورتيزول والادرينالين يفرز بشكل كبير، والستريس ليميت بالعكس تهبط، يعني بيطلعوش الادرينالين والاندورفين والانكفالين وهذول، فالستريس بصير هاي في الجسم. طب هاي في الجسم يعني هاي كورتيزول هاي ادرينالين. شو ايش المشكله من ورا هذول؟ مشاكل كثيره. الادرينالين اذا ارتفع كثير بصير عندنا فازو كونستركشن، يعني الاوعيه الدمويه تنقبض، فبرتفع الضغط، الضغط ارتفع، إذا إحنا ممكن ندخل مشاكل ضغط. طيب اللي بعده، الأدرينالين يعتبر ون من الفايف هرمونز اللي بيرفعوا نسبة السكر في الدم، يعني السكر هيرتفع. طيب السكر هيرتفع يعني إحنا هنتعرض لإيش؟ إلى مرض سكري أو أعراض السكري. أضف إلى ذلك أدرينالين لما يعمل فازو كونستركشن، يعني الأوعية الدموية تنخفض، إذا الخلايا ستعاني من قلة blood supply، يعني فيش إيش دم بصلها. إذا كل خلايا الجسم ستعاني من إيش؟ من إسكيميا اللي هو قلة الدم اللي بصل، تمام؟ وهذا سيهتك الخلايا. أضف إلى ذلك إنه خلايا المناعة برضو يعني كله سيتهتك. طيب هذا بالنسبة للأدرينالين. طب الكورتيزول لو عالي لسه أصعب،
كورتيزول لو عالي، أولا الكورتيزول هو والأدرينالين تقدر تقول ولاد عم، يعني كل واحد ينشط الثاني، يعني إذا هذا بيرفع الضغط هذا حيرفع الضغط معاه أو حيساعده في رفع الضغط. هذا بيسموها بريميسيف أكشن، يعني الاثنين كل واحد بحفز الثاني بيساعد الثاني. طب الكورتيزول واحد من الخمس هرمونز اللي بيرفع السكر، يعني برضه حنتعرض للسكر. طيب اللي بعده، الكورتيزول بيرفع نسبة الدهون في الدم، إذا حندخل هلا في مشاكل وين؟ مشاكل الجلطات وإلى آخره. فما بالك اللي عنده عاد أصلا بريدسبوزد للجلطات، يعني الواحد متعرض أصلا للجلطات أو عنده قلب أو عنده سكر وإلى آخره، فحتأثر سلبيا أو يمكن يدخل في كومبليكيشن مضاعفة. الكورتيزول كمان لو هو هاي بحفز حاجة بسموها البيريوكسيديشن اوف سيل ميمبرين، يعني بزيد أكسدة الميمبرينز اللي هو الغشاء المبطن للخلايا. طب الغشاء المبطن للخلايا هو الشيء الوحيد اللي يحمي الخلايا تاعتنا من أي شيء، يعني إذا هذا الغشاء تهتك بفعل الأكسدة إذا الخلايا ستتهتك. طب ما هي من الأساس متعرضة للإسكيميا من اللي حدثت من الأدرينالين، طيب يعني نقص دم وكمان أكسدة الخلايا فتتهتك، يعني ممكن يصير بوليو أورجينيك فيلر، يعني ممكن كل أصلا أعضاء الجسم تفشل من وراء هذا الشيء. طبعا هذا مع الوقت. أضف إلى ذلك السايد افكتس تبعت الكورتيزول غير اللي أنا حكيته كمان، يعني بيعمل هشاشة عظام، بيعمل اللي هو الجاستريك ألسرس، يعني بيعمل إيش؟ القرحات المعدية والمعوية وإلى آخره، يهبط جهاز المناعة. إذا طبعا لما يكون هاي بيهبط جهاز المناعة وهكذا. كل هذا الأعراض سواء كانت يعني قريبة أو سواء كانت مع الوقت مع الزمن، كل هذا يحدث مجرد لما الإنسان يسمع كلمة خبيثة أو كلام سيء أو كلام بذيء أو يعني نقلل من قيمته أو إلى آخره. هذا كله يعتبر باد ستريس في الجسم. فتخيل كيف الكلمة مجرد كلمة، يعني أنت مجرد تحكي كلمة طيبة للإنسان كيف يعني تقلب من معايير الجسم كله إلى الأفضل، وكيف لما تقول كلمة سيئة أو بذيئة أو شتم إلى آخره كيف تقلب معايير الجسم إلى الأسوأ. يعني هذا عشان كده ربنا إيش قال في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء. صدق الله العظيم. يعني وكأنه يعني الكلمة الطيبة زي ما أنا حكيت، يعني حتى بتجدد الخلايا، بتعمل تكيف للجسم مع الحياة ومع تغير الوقت ومع الزمن، يعني وكأنه الجسم ينمو، وكأنه الجسم ينمو يعني مع تطور الزمن. وكيف الكلمة الخبيثة وكأنها تقطع الجسم قطعا تقريبا أو تجثه للجسم. فهذا اللي أنا يعني حبيت أشرحه بالنسبة للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة وكيف تؤثر والتفسير الطبي والعلمي على جسم الإنسان. وهذا كل ما عندي، وشكرا جزيلا على الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.